إذا أنا ما أنا عم بقصد حالي أول وحدة إنه أنا مني عالمية وما في فنان عالمي وبس بدي أخبركم شغلة، إذا ما كنا عالميين يعني مش إهانة لإلنا. والشاب خالد مش عالمي، إقليمي أوروبي. إيه يعني أنا ما العالمية هي كلمة كتير كبيرة، يعني أنا لما بروح على الصين بدي أجيب 100,000 شخص، بقدر أجيب 100,000 شخص، هذا اللي بقصده. تاني شيء خالد عالمي، يعني أنا مش جاييني شيء، بس أنا سألوني مرة سؤال وقلت رأيي، يعني بعد شوي حس حالي رح تزجوني بالسجن. بدك شاب خالد عالم، الشاب خالد عالمي أصلا. أنا بحب كتير الشاب خالد ومن معجبينه، بحب صوته وبحب اختياره لأغانيه، وهو ملك الراي.